الهدف المطلوبة وحضر بصورة غاية في فرصة 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 وهدف من الروعة بمكان هدف جميل وهدف يقوده كما قلت قصير قام والكيك كبير بطول عطاء وكل العمل كل العمل قام به اللاعب العلاوي الزئ باقي اقترب المرة نما العسكريون والصفاق على هدفين هدف تاني جولة أولى انتهت إلى الهدف الأسابق في جولة 76 74 هدف جميل جدا لفرق الجيش الملكي بعد مجهود فردي للاعب القدوي الذي يتوجه في هذه المباراة لمدربه وعناق بين اللاعبين والأنصار إذن بهدف الأسابق تمكن فريق الجيش الملكي إذا محاولة مرة أخرى لفريق الجيش الملكي الهدف الرابع طريقة جميلة طريقة جميلة فعلا هدف رابع لفريق الجيش الملكي طريقة جميلة هزيمة ثقيلة لفريق الجيش الملكي وربما ستكون هذا الفوز خير إهداء للمدرب فخير الذي نتمنى له الشفاء العاجل والذي يغيب بسبب وعكة صحية إذا انطلاقة جديدة لفريق الجيش الملكي الذي استطاع أن يحقق المطلوب ويحقق انتصار بهذه الحصة بأربع إصابات لصفر لكن مقابل ذلك ناقص الخطر يدق بطبع الحال بالنسبة لفريق أولمبيك خريقة الذي ما اعتاد على رجالنا من قبل كتبع كرة الجميلة القديوي كان حاضرا بقوة خلال هذه المواجهة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62 أو فرصة هنا القديوي قديوي تمرير الكرة أمامي ما كاينش تسلل فرصة طالعة للجيش الملكي فرصة محمد أمين قبلي عبد الرحمن المساسي مرجان الأهداف الستة في الدقيقة 73 مباشرة بعد تسجيل هذا الهدف يتمكن فريق الجيش الملكي من غتكون عندها هي الحل الوحيد عرف ان فريق الرجاء شكرا لاعاده عمر هذه اعاده كنظن ان القديوي تيدير تمريره جيده ومركزه لكن كنعرفوا القوه ديال العلاوي هو الضربات الراسيه يعني هدف اول في المباراه صالح الجيش الملكي يفتتح التسجيل الجيش عن طريق علاوي هذا السابق للمغرب الفائز كره هنا من اكويا ويبعث على المرور تدق الفلاح على يد طارق اللاعب المديحي وهذه محاولة فريق الجيش الملكي بالجهة اليسرى بوسط اللاعب القديوي اللاعب العلاوي دائما محاولة الملعب حتى محاولة بوسط لاعب القديوي اللي كيدخل مرمى عبد الجليل ما كاينش ضربة كرة كترجع عند القديوي مرة أخرى عند اللاعب المريني اللي في اتجاه اللاعب القديوي تمريرة جيدة مراوغة وضربة جزاء أظن يعلن الحكم واش خارج الخطأ أو داخل المربع إذا كانت خارج كرة عالية علاوي اتجاه اللاعب القديوي
الحكم يشير ضربة جزاء. نعم. بفرق الجيش الملكي وهذا نموذج امامكم بسرعه كبيره يفقد اكاديمي الكره القديوي يفتح شوارع المراوغه اعتراض واضح من العمليه كتر جبرت اخرى عند اللاعب بوزافير غضيع منه ضعف المثال عند اللاعب هذه محاوله لفرق الجيش الملكي لاعب قديوي لكن هشام كيتصدى لهذه الكره ببرعه اذا القديوي كان بامكانه التمرير في اللاعب فريق الجيش الملكي عند اللاعب عتيق شهاب كتمشي عند اللاعب العلاوي تمريرة الجاري يسرى عند اللاعب القديوي عملية من الفريق الجيش الملكي محاولة باش يساندوا الهجوم ديال الفريق ديالهم لكن أكيد أن الهجومات المضادة والخطيرة ديال الفريق الجيش الملكي يمكن تشكل خطورة مرة أخرى على الحارس العلوي القديوي بطريقه شميله ولاحظوا ماذا فعل عود للحديث كذلك عن فريق الجيش الملكي الذي يعتبر من احسن الفرق في السنوات الاخيره وترسانه من النجوم الكبار ومن يسال عن ونعود للحديث كذلك عن فريق الجيش الملكي الذي يعتبر من احسن الفرق في السنوات الاخيره وترسانه من النجوم الكبار ومن يسال عن إذا محاولة مرة أخرى لفريق الجيش الملكي الهدف الرابع طريقة جميلة طريقة جميلة فعلا هدف الرابع لفريق الجيش الملكي طريقة جميلة عزيمة ثقيلة لفريق الجيش الملكي وربما ستكون هذه هذا الفوز خير إهداء للمدرب الفخير الذي نتمنى له الشفاء العاجل والذي يغيب بسبب وعكة صحية إذن انطلاقة جديدة لفريق الجيش الملكي الذي استطاع أن يحقق المطلوب ويحقق انتصار بهذه الحصة بأربع إصابات لصفر لكن مقابل ذلك ناقص الخطر يدق بطبيعة الحال بالنسبة لفريق أولمبيك خريبكا الذي معتاد